كسبان معاك يلا يا وش الخير انت. ها ده اول استفتاح على وشك الجميل ده يلا محمد، الله ينور عليك. بيعد يلا ولا ضيعتني وضيعت المشاهدين بتوعي؟ بيعد اهو عامل ايه؟ هات بقى لحد 50. لحد 50 كده. بص يا جماعه ده اول استفتاح كده، والله يا جماعه اول استفتاح. انا جيت خدت تمسيه بالليل ما خدتش فيها سمك، دخلت اتسحرت ونمت وبتاع وقمت الفجر كده ما خدتش السمك برضو. الساعة 8:30 كده من قلة السمك لقيت نفسي ايه حناق، فدخلت زبطت المنبه وقلت انام ساعة ورميت شوية مشرشر هنا في الارض. شكلهم جايين بالخير اهو، اول استفتاح اهو. السيسية ديت فيها ايه دي عروسة يا جماعة، يعني داخلة في التلت كيلو كده. الحمد لله رب العالمين، الله كريم، بشرة خير، ربنا يرزقني الخير يا رب. احلى تحية للمصور محمد سعد البرجي. صباحو صباحو يا حماة، صباحو صباحو يا حبيبي. السلام عليكم يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. كل سنة حضراتكم بخير. النهاردة الجمعة 5 رمضان، انا كالعادة في رشيد. رشيد بالنسبة لي موسم صيد بيقعد 2 أو 3 شهور، هو الموسم متأخر السنة دي. أنا بقالي مثلا بدأت مع الموسم ده من 2 شهر، كان زي السنة اللي فاتت في 1 كنا بناخد سمك وفي 2 كنا بناخد سمك. السنة دي السمك بان معانا في 3، وطبعا سمك وحي. النهاردة 5 رمضان، كل سنة وانتم بخير. انا جيت نزلت بالليل في حدود الساعة 11 او 12 على العش، كنت عامل حسابي ان انا هنتسحر وبتاع وكده. جربت شوية بالليل فدخل عليا الحنش اللي هو البريمة او الدفاس او اللي هو الحنش البلاستيك، حنش البحر الاصفر ده. الحنشة دي طبعا طعمها جميل خالص، بس وهي صغيرة لما بتكبر ما بتبقاش حلو. فدخلت نمت وقمت تاني ورميت، فلما النهار بان معايا وكشف اكتشفت ايه العيوب اللي في المية. طبعا يا جماعة المية فيها حاجة اسمها مرو، المرو ده عشان تبقوا عارفينه يعني ده بيبقى عامل زي الريم كده. المية اللي بيبقى فيها المرو ده او الريم ده بتبقى ايه من نادر ان هي تاكل. طبعا الارزاق بيد الله، يعني هو رزقك كده كده هتاخده، ولكن دي من ضمن العلامات اللي ايه اللي تدل على عدم وجود السمك او ان السمك مش هياكل فيها. اول حاجة طبعا المر. طبعا في حاجة تانية اللي هي المد والجزر. مستحب ان مع اول طلوع القمر بيكون المد، والمد ده بتكون هو وقت الصيد او وقت تحرك السمك. الفكرة ان السمك بيتحرك مع المد نفسه. حصة برضو الجزر السمك برضو بيتحرك فيها. في اوقات بقى اللي هو السمك بيقف فيها اللي هو في صلبة القمر، لما يبقى القمر فوق راسك، وطبعا صلبة الايه صلبة الشمس دي بالنسبة للاسماك المالح بتقف فيها حصة الصيد. الرزق طبعا بتاع ربنا، مش شرط ان الكلام يكون 100% لازم يحصل. هي دي علامات وفنيات في صيد السمك البحري. احنا بنعتمد على الله ثم عليها، ولكن الرزق ملهوش علاقة بالكلام ده خالص. انا خدت سمكة واحدة، هننهي معاكم الفيديو على كده. يا عم سعد. ايوه ابو يحيى. ها يا حج سعد، كنا بنقول اللي هو المروة اللي في المية بتعكس، ما تخليش السمك يدخل. المرو دوت يا ابو يحيى بيتجمد كده وبيحرق السمك كده، عامل زي الريمه. ايوه، فبيقوم ما بيخليش اكسجين حتى للسمكه تحت. ايوه، بيخليها تجري في الحطب وفي البروق. حتى لو السمكه موجوده مش هتاكل بسبب المرو ده، لانه ساحب الاكسجين منها. ساحب الاكسجين من الزيت. صلبه الشمس السمكه بتبقى، شوف، مبحلقه للشمس. صلبه الشمس بتبقى فاتحه عن الميه. ايوه، تميلتها توقع السمكه، بمعنى في تميله الشمس. في تميله الشمس تبدا فوقنا
في غصنة، السمكة شايفة، السمكة شايفة كل حاجة، ما تجيش لا اما اكل ولا لم سمك ولا لم اكل ولا لم حاجة، وكذلك صلبة القمر، وكذلك صلبة القمر زي صلبة الشمس. جزاك الله خير يا معلمي. فاهمني ازاي؟ ايوه، وبإذن الله كل التسهيل على الله. في الاخر، هو في الاول وفي الاخر رزق يعني، على الله كله. احنا كل ده علم يا جماعة اتعلمناه بنشتغل عليه، بس في الاخر هو الموضوع رزق برضو. ايوه الموضوع رزق. باختصار، فنيات صيد البحر كتيرة خالص، لا تحصى، ولكن في النهاية هو رزق. تحياتي ليكم، تحياتي ليك يا عم سعد، تحياتي يا محمد سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.